طيب هنروح بقى لمنطقة السكر، السكر والحلويات. اعتقد انه من اهم اعداء السرطان او اعداء جسمنا هو السكر، لانه السرطان بيتغذى عليها. ايوه فانا بدعم الخلايا السرطانيه كل ما بدخل سكر. بالظبط. فهنا بقى الحل بيكون ايه؟ هي الحقيقه الخلايا السرطانيه خليه بتحب تاكل، فبتتغذى على ايه؟ على جلوكوز السكر. بس مش معنى ان انا بتغذى على جلوكوز السكر يبقى امنع كل ما هو نشويات او كل ما هو سكر او كل ما هو كاربس، لان طالع موضه او ترند جديد ان انا امشي على نظام معين وامنع بعض العناصر فيه علشان اجوع الخلايا السرطانيه. ده نظام خاطئ وغير مثبوت علميا ان هو ده اللي هيؤدي، اللي هو نظام الكيتو. في ناس بتتبع دلوقتي الكيتو، ان انا امنع كتير. ايوه امنع السكر النشويات بكل حاجه فيها، واكل بس نسب معينه من البروتين والدهون. ده غير مثبت، هيخس جامد بس هيفقد حاجات مهمه كتير. وغير مثبت علميا. واعتقد كمان ان بيكون في شكل مشكله ضرر او التلف الجزئي للكلى والكبد في طبعاً. نظام الكيتو تحديدا الفقد الجامد ده، زي ما قلتي المغالاه في كل حاجه. بالظبط، المغالاه. ايوه حضرتك ذكرتي الهرمونات ساعات. دي دكاترة طبعا لو ما عندوش يعني شرف المهنة، يعني قليل يعني منهم على رأسنا أطبائنا، يقول لك مثلا هديكي هرمون. الحقن الهرمون اللي ما بعد المونوبوز وكده أو انقطاع الطمث، ده بيأثر على أمراض الثدي أو سرطان الثدي. ممكن يسبب ده يعني. لازم الست تاخد بالها قبل ما تاخد حاجة أنها تعمل ماموجرام وتهتم بالكشف على نفسها قبل ما تعمل. استشارة الطبيب، الفحوصات، التاريخ المرضي للعائله، لازم اتاكد كويس قوي هل السيده دي عندها تاريخ مرضي من درجه اولى، اب ام خال عم ولاد اخت. ابدا اعمل الفحوصات قبل ما اديها هرمونال، قبل ما اديها اي حاجه فيها هرمون. فدي حاجه مهمه جدا. حضرتك ذكرتي حاجه مهمه جدا، الماموجرافي. افضل الطرق للوقايه هي الكشف المبكر. وانتوا لسه كنتوا في اول الحلقه بتتكلموا عن المبادرات. أيوة. ففي مبادرات عن زي طبعا ترعاها الدوله، يعني ملف مهم جدا جدا. بالظبط بالظبط. فاحنا بننصح كل سيده فوق سن ال40 انها تبدا تعمل السيلف اكزامينيشن بتاعها في بعد كل دوره، وكمان تبقى تقدر تعمل الماموجرافي كتوعيه او بصفه دوريه انها تتجنب او تستكشف بسرعه لو في اي مبادئ يعني استجابة قبل ما حد يقول لها خدي حقن معينة. بالظبط.